أهلا بكم في صبر يا رب. أيه هو تعدى عيد الحب يا جماعي. الحمد لله تعدى سلامات خويا الواحد على اللي شافه البارح ولا يستنى في نهار 15 فيفري أكثر من اللي يستنى في صبين شهرية. عام كامل نبداو نتشوحر على بعضنا. نهار 14 فيفري يقول لك عيد الحب. أما هترت هترت العباد البارح. يا ودي اسمع. اللي بارم شلاغمو في صورة قلب واللي لابس بابيون وسبادري واللي يدور بدبدوب أحمر هكا وياكل في كعبة فريكاسي واللي موشم تصويرة صاحبته على كتفه هكا ومن بعد بلوكاتو على الفيسبوك قعدت له وشمة على قلبه واللي عاملة فيرني كل أسبوع بلون هكا خرجت يدك سبركة واللي سارك بيجاما من زاز أخته هكا وهز ويجري صاحبته الحمد لله خويا. هاي أنا قمنا الصباح لقيناه 15 فيفري خويا الحمد لله الواحد مازال لاباس يعني. أما اسمع ثم مشاهد طيبة راه هكا الحق تاع ربي يا شبه حبك واحمرار ودبادب وبرفانات الانتعاشة الاقتصادية اللي يشوفوها النواورية في عيد الحب يعني ما يشوفوا ايش بيعت الزقوق في المولد. الميسرة البارح بتاع النواورية وبيعت العطر والبوحليبة وصبة الذيب والبقرعون وشقائق النعمان والدباب ونور سوتوات. يا أخوي اسمع ربي دوم المحبة والله ايش باش يقول الواحد. اما خير اما خير ولا ما تحتفلش وردوكك رجعي ومتخلف وقرناتك وتخدم في مخك على بنت الناس وما تحبش تهدي لها كادو كذا. مرأة البارح مرأة نلقاها تجري ورا رجلها بالحجري قالك نار عيد الحب هبطها تجري هكا من الدار وهزها قدام كهربا فيراري حمراء. قال ريتها الكهربا الحمراء قالت له وي قال شريت لك مانيكير في نفس اللون بالحجر وراه المرأة والاخرى تشوف هكا تشوف الكوبلوات الكل بكادوات احمر دارت رجل قالت له ماكش بتهدي لي حاجه حمراء كي العباد ولا قال لك وشي جهنم الحمراء لا في عائلك. اخويا ربي عينهم ولا ربي عينهم اخويا اش باش نعمل؟ تي برا برك نهار عيد الحب لا عيد الحب في تونس حاجه هايله برشا كما بتاعك محبه ورومانسيه نحن التوانسه. قابلت انا صاحبي صباح قلت له مبروك عيد الحب قال لي صار هو اليوم العيد ولا قال لي حتى صليت العيد لا صليت. اما برشا تضرر لا برشا ضر وي اي ما كي كي العيد الكلهم فيهم الغشين. ثم واحد موجاته طفلة عندها نهارين قالت له نحبك البارح في عيد الحب قالت له وين الكادو بعد نهارين قال لك حتى العليلش في عيد الحب يبداو شيخين علينا بالضحك. ما هما الضحيه في العيد الكبير ونحن الضحيه في عيد الحب. اخويا ربي حبب فينا افضل خلق والله العظيم. حتى قيس سعيد قالوا له تحتفل بعيد الحب سيد الرئيس قال لهم انا احتفل بعيد الضب. قال لهم اولا عيد الحب هو يوم 17 ديسمبر لا يوم 14 فيفري كما يزعمون. يا سيد الرئيس قالوا له هذا عيد حب هذا مش عيد الثوره. ايه قال لهم كالثوره كالحب الكلهم الزوز يسيروا في الغرف المظلمه. هاي حسيروا يلا ما نطولش عليكم عيد الحب عيدكم مبروك اخويا يا حبايبنا نحبوا بعضنا حتى نهار اوك عندنا باقي العام نطلع تخو فيه للصباح وانا هني صابر وبرا